الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. إنه لشرف عظيم لنا أن نلتقي اليوم في هذا الموعد السنوي المتجدد لنعلن أسماء الفائزين بجائزة حمدان بن راشد الإلكسوري البحثي التربوي المتميز لعام 2024، وذلك بعد تقييم المشاركات التي تم تقديمها وفقا للمعايير العلمية والفنية المحددة. وقد تميزت هذه الدورة بزيادة منفورة في عدد المشاركات كأعلى نسبة مشاركة منذ إطلاق الجائزة في دورات الأولى، والتي بلغت 154 مشاركة من 11 دولة عربية. وتعتبر هذه الجائزة أحد الأدوات الأساسية التي تسهم في تعزيز وتطوير المجتمع العلمي على مختلف الأصعدة، فهي ليست مجرد تكريم للمبدعين والمبتكرين لمجال العلوم والبحث التربوي، بل هي أيضا وسيلة لتشجيع التفكير النقدي وتحفيز البحث التربوي وتعزيز التميز في المجالات العلمية المختلفة. ويسعدني خلال هذه المناسبة العلمية أن أؤكد على تعزيز التعاون بين الألكسو ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذه الجائزة، التي تسهم في تحفيز الباحثين والمؤسسات على توجيه طاقاته نحو مزيد من البحث العلمي والابتكار. فجائزة حمدان بن راشد الألكسو لا تقتصر على تكريم الفائزين الحاليين، بل تلهم الأجيال القادمة للاستثمار في العلوم وتطوير مهاراتهم البحثية، وهو ما يجعلنا نحرص على متابعة ونشر وتعميم نتائج البحوث والدراسات الفائزة ضمن التزامنا المستمر بتطوير مجتمع علمي مبتكر ومؤثر يهدف نحو بناء مستقبل أفضل يعتمد على العلم والبحث كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى جميع المشاركين في هذه الدورة، وأهنئ أصحاب البحوث الفائزة، والشكر موصول إلى جميع القائمين عليها تنظيما وتنفيذا وتحكيما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.